الأولتراس. وفاء، إبداع، تضحية، شغف، ثم قوة. في البداية سوف نعمل على تعريف الأولتراس، والذي يمكن تعريفها بأنه مجموعة مشجعي الفرق الرياضية المعروفة بانتمائها وولائها الشديد لفرقتها، فهي تتميز عن باقي الجماهير العاديين. وتعتبر أمريكا الجنوبية هي التي عرفت ظهور الأولتراس خلال الربعينيات من القرن الماضي عبر مجموعة التورسيدا والتي خرجت من عبئتها الأولتراس. كذلك العالم العربي عرف نشوء الأولتراس، ففي المغرب وخلال سنة 2005 شهدت نشوء العديد من المجموعات كأولترا جرين بويز وألترا عسكري وألترا وينرز. تقريبا 2005 بداو التنظيمات ديال الالترا في المغرب مع الرجاء، مع الوداد ومع الجيش الملكي. هادو كانوا من الاوائل اللي دخلوا هذه الحركه. الحركه بدات صغيره وبقات كتكبر بقات كتكبر حتى ولات كتشكل واحد القوه، قوه ضاغطه في المدرجات. الالترا هذه اللي جينا نقسموها كاينه الالترا باس في الاخر، هذيك الالترا كتعني شي حاجه لي لوكس، وديك اس صافي دير سيبورتير زعما مشجع. هذيك الالترا تكون الالترا زعما المشجعين الغير العاديين، تكون من دوك المشجعين اللي كيضحيو اللي يقدروا يديروا اي حاجه في خاطر داك ليكيب اللي كيشجعوا. واحد الجروب شنو هو الجروب؟ الجروب راه واحد العائله كتضم مجموعه من شرائح المجتمع. هذا مهندس، هذا طبيب، هذا ما عندوش مسكين، هذا عاطل. الالترا تلقى فيها شعب كامل. مبادئ الالتراس. هنا الالتراس تعتبر كعمل، اي هناك معايير يجب اعتمادها لكي تعتبر فرد من المجموعه. الهدف الاول ديال الالترا هو العطاء بدون مقابل. في العالم كامل عندهم لي ميم برينسيپ، يعني الا ما كانش عندك هذوك لي برينسيپ كاملين يعني راك ماشي الترا، خاصك تكون متبع لي برينسيپ كاملين كسوا في المغرب ولا ايور. لي برينسيپ سي لي ميم. ولعل من ابرزها عدم التوقف على الغناء والتشجيع، وكذلك عدم الجلوس لان الهدف هو التشجيع وليس متابعه المباراه. ثم الطرح خلف الفريق، اي حضور كل المباريات كيفما كانت المسافه والتكلفه، بالاضافه الى التزام الى تعليمات الكابو وهو الذي ينظم اعضاء المجموعه داخل الملعب. كما انه هناك منطقه مخصصه لاعضاء الالتراس داخل الملعب وتسمى بالكورفا او الفيراج. كما ان الالتراس يعتمد على الاساس على مبدا الحريه، اي انها مجموعه غير خاضعه للقوانين. حيت إلا دخلنا لواحد الإطار قانوني ولا قيدتنا واحد المجموعة من القيود غنوليو تنتحركو بقوانين. حنايا حيت الألترا في الأول بداش واحد الموفمون أنارشيست، بحال واحد الموفمون واحد الحركة فوضوية، ولكن دابا في القرن 21 دابا بحال وصلنا للحضارة ديال الألترا. فوالا، وحنا يمكنش ان حنا واحد القانون اللي غينظمنا، حنا تنظموا راسنا براسنا. كذلك نجد على انه عدم الانتماء الى اي تيار سياسي يعد من اهم الشروط لدخول كفرد في المجموعه. الالترا الدرجه يعني حنا ما تنعرفوهمش كاشخاص، ولكن كنعرفوهم ككيان، كنعرفوهم كاصحاب مبادئ. وما كنظنش ان المبادئ لا ديال جرين بويز لا ديال درب سلطان لا ديال الالترا ايجلز لا ديال اي شي جروب واحد اخر منهم، الجروب ديالنا اللي هو بدا كجروب افتراضي انه واحد النهار يمشي ويتبع واحد الحزب سياسي. يقدر يكون شخص ولا واحد يمكن يسيت افيليا ان جور لواحد لو بارتي بوليتيك، ولكن ما كيعنيش ان كلشي غادي يتبع داكشي. وانا انا انا متاكده يقينا ان نهار شي الترا غادي يعرف باللي واحد لو مومغ ديالو في واحد الحزب سياسي فهو غادي يكون اكسكلو. من بين اهم افكار التي تتفق عليها جميع مجموعات الالتراس في العالم وهي كرهها للشرطه، حيث ان المصادمات بين الالتراس والشرطه لا تنتهي ابدا. الدرتي ولات الانفجار حتي كيف في ولد الحراره، كنخدموا بقواعد فوالا بحال هكا. اما ملي تسقسني في لونور ديالي ولا في شي حاجه اللي فوالا، تتكون عندي واحد لا رياكسيون. اي حاجه شنديروها تتكون ناتجه على واحد الفعل ديجا دار، تيكونوا يتسبينا يتضربنا يتقمعنا شي لعبه بحال هكا. العدو الاول ديال الالترا هو البوليس، حيت ما كاينش اللي كيقمع لي زولترا وما كاينش اللي تيمنع انه تمشي في التوجهات ديالها من غير البوليس. ابداعات الالتراس تعتبر من اهم الاشياء التي تتميز بها مجموعات الالتراس، حيث تبتكر اشياء جديده سواء من الموسيقى او التيفوات او الجرافيتي والعديد من الاشياء. فالتيفو في مثال هو عباره عن لوحه فنيه مرسومه على مدرجات الملعب، يمكن من خلالها تمرير راي مجموعه حول قضيه معينه، كما انه يمثل كحفيز للاعبين. كذلك الموسيقى تعتبر كابرز الابداعات، وانها وسيله للتعبير عن قضيه اجتماعيه. اي حاجه تدار على واحد السبب وعلى واحد الهدف معين. تيفو مثلا اي تيفو تيطلع تيكون عنده واحد الميساج لتحت، هذاك الميساج اللي تيكون لتحت تيكون تيوصف تيعطيك 50% ديال شنو غادي يطلع في التيفو. غنعطيك مثال على التيفوات اللي دوزنا حنايا، بحال دابا هذا الخريب كونتر الفتح، اضغط على الزر يختفي الجمهور. هذاك مفهوم كوميدي، ولكن الا جينا للعمق نشرحه غادي نلقاو بان المدرسه ديال الفتح مارست علينا شيء القمع، بان جبنا لواحد التيران اللي صغير وحنا تنتوافدوا باعداد كبيره على الملاعب، وانا وفرت لنا 2000 تيكي فوالا.
داكشي باش حنايا حطينا واحد تيفو اللي تيجاوب على الافعال اللي تيديروهم. تدخل الأولتراس في إدارة الفريق. هنا يجب القول على أن الأولتراس أصبحت قوة مؤثرة داخل سياسة الفريق بتقديم اقتراحات حول إدارة النادي بغية تتبعها. هذه يجب ولا واحد القوة اقتراحية قوية أنها فرضات نفسها على المكاتب. فرضات نفسها على المكاتب ولو أن المكاتب ما كيتجمعوش مع البرلمان ديال مرخان قد ما كيتجمع مع لي زيلترا، ولكن الوقت اللي ولاو كيدخلوا زيلترا عندنا قوة اقتراحية بتحريك مما من عنصر ما، انها كتقول لك اما دير لي المقترحات ديالك اما الملعب غادي يخوى. فعلا الملعب كيخوى. نعتبر ورثنا قوه، وهذا الشيء بان فهمتي جالي في بزاف ديال المواقف، حيت حنا اول حاجه حنا مشجعين، ودوك القرارات اللي تيتاخذوا في الجامعه ولا اللي تياخذوا حتى رؤساء الانديه راه تيخصونا حنا. الكره اول 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 حاجه واخر حاجه راهي كره الجماهير، مديوره للجماهير، يعني هذاك الشيء اللي تيتخاض راه تيمسنا تيقاسنا حنايا. فهذا من الواجب علينا اننا حنا تنوضوا تنقولوا لا لشي حاجه اللي ما عجباتناش، ماشي لا غير حيت خصنا نقولوا لا لشي حاجه اللي واقعيه اللي تتقاسنا. مصادر تمويل الأولتراس. هنا يجب القول على ان الأولتراس يعتمد على التمويل الذاتي، لا تاخذ اموال من اي جهه كيفما كان نوعها، وهذا التمويل يكون عباره عن منتوجات تصدرها المجموعه وتبيعها لاعضائها وكذلك وجم الخيرات. تيكون تمويل ذاتي ما تيكونش تمويل خارجي. التمويل الذاتي كيكون كوتيزاسيون كتكون من المنبر، تيكون لي برودوي اللي تيتباعوا، تكون لاديزيون، تكون عاوتاني السيكرز. مهم كي الجروب تيعتمد على البيع مع لي مونبر ديالو هو، وعاد لي كوتيزاسيون هو من غير من لي مونبر ديالو من راه. حيت اون فوا الا تعتمد على تمويل خارجي تضرب المبادئ ديال الالترا في العرض، بحال اللي تيقول تيولي جمعيه. وفي الاخير يمكن القول بان الأولتراس اصبحت فئه مهيمنه داخل المجتمع، نظرا لعدم توفر قيود قانونيه تنحصر بها، وكذلك نظرا لجذبها لاعداد هائله من المنخرطين.